Thank you.
عاشق عشقني قد آثب دو أبشمخ كم قدشني قد كيبك وعطورخ بتنشقني قو أبرخ آذي بيني بدمأشني قو أبرخ آذي بيني بدمشحني بابي واتو يمة تسونا عيث خكالي غلنا علو يورا بصير بشمخ لك شكلي شيروز ما را إلا طالخ بياسق آوات كاثو ينزى مربحسخ برايم آوات كاثو ينزى مربحسخ بابي واتو يمت سونا تشعيثخ كالي هون هاي هاور القى شغدك عشقي لا خمرتي وانبوش بابي واتو يما تسونا انبوش دشعي فغكا ليهونا قربان دأنحال ويبد راخخ مر قردخ ومر سهدون علو يا ديرخ شوق بد ما ياخ لك خلصي تشبح يا ثخ شو حايلخ لك خلصي تشبح يا ثخ شو حايلخ بابي واتو يما تسونا تشعي ثخ
قوط ورانا كبرت واد بنقول انا يا القش مخيثة لبي يا شورع له يا بني انا اوطني اوطني كل ذرة تراب تستحق للصلاة في العراق في العراق ارضنا وشعبنا وكل ما كل شخص يرغب لرؤية المخلص في العراق في العراق شعبك يدعو لك لكي ما يرى مجدك في العراق يا الله سارك يا عراق أرضك يجدد واسمك يمجد أرضك سيادة المطران مار ميخائيل مقدسي راعي أبرشية القوش الجزيل الاحترام سعادة وزير الثقافة في إقليم كردستان الأستاذ خالد الدوسكي الجزيل الاحترام الأستاذ كفاح محمود سنجاري الجزيل الاحترام سعادة السفير التشيكي يان فيجيتال الجزيل الاحترام المهندس يان بارتوشك نائب رئيس البرلمان التشيكي الجزيل الاحترام السيدة إيانا تشيرنوخوفا عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التشيكي المحترمة القنصل العام في أربيل السيدة إيفا ديرداكوفا المحترمة القنصل التشيكي في أربيل الدكتور ياروسلاف ريف المحترم الدكتور دريد حكمة طوبية مستشار المكونات في محافظة نينوى المحترم الأستاذ عصمت رجب مسؤول فرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني المحترم الأستاذ لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية المحترم الأستاذ فائز عبد جهوري مدير ناحية القوش المحترم أباؤنا الأجلاء أخواتنا الراهبات الفضليات
السادة ممثلو الأحزاب الوطنية والكردستانية ودوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني المحترمون، ضيوفنا الكرام، حضورنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في بلدتكم الزاهية القوش، وأشكركم جزيل الشكر على تجشمكم عناء الطريق لمشاركتنا فرحتنا في افتتاح هذه الجنينة الزاهية التي ستضيف جمالية جديدة إلى بلدتنا الحبيبة القوش. باسمي أهالي القوش الكرام وإدارة مشروع ميدان السلام، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الدولة التشيكية الشقيقة والشعب التشيكي الصديق على مواقفهم الإنسانية تجاه أزمة النازحين العراقيين وفتح أبوابهم أمام المسيحيين العراقيين لاستقبال اللاجئين العراقيين. رغم بروز بعض الإشكاليات وبكل صدق، السبب يعود إلى المواقف اللامسؤولة في اختيار العناصر التي قدمت طلب اللجوء إلى الجمهورية التشيكية. وإن حضور الوفد التشيكي إلى احتفاليتنا هذه ليست إلا دعما للدكتور جميل شعيوكا وجميع أهالي القوش، ودعما لمسيحيي العراق في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها المسيحيين العراقيين ثانية. شكراً للوفد التشيكي على حضوره ومشاركته إيانا افتتاح ميدان السلام. نتمنى لكم المزيد من المواقف الإنسانية التي اعتدتم عليها، وشكراً. الأخوة والأخوات القادمين من شتى البقاع، إن بلدتنا الحبيبة القوش ارتدت اليوم حلة السعادة والفرح، وأنتم تؤطرون جنينتها الزاهية ميدان السلام ميدان دشلاما. هذه البلدة التي حفر اسمها في ذاكرة الزمن، والتي أنجبت على مر السنين البطاركة والمثقفون والأدباء والفنانون والعلماء والأساتذة والقادة العظام، تغنى بها الشعراء والفنانون، قدمت خيرة أبنائها البررة قرابيناً على مذبح الحرية والانعتاق من الظلم والتعسف، وروت بدمائها الزكية أرض العراق من روابي كردستان وحتى البصرة الفيحاء. لقد آن الأوان أن نقيم على ذكر هؤلاء الخالدين هذه الجنينة التي يضيف النصب التذكاري إليها جمالاً زاهياً، ومن خلالها ستستذكرهم الأجيال مهما توالت السنين. نرجو من السادة الأفاضل التوجه نحو نصب الشهيد لرفع الستار. سيادة المطران مار ميخائيل مقدسي، الأستاذ كفاح محمود سنجاري المستشار الإعلامي للسيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، المهندس يان بارتوش نائب رئيس البرلمان التشيكي، سعادة السفير التشيكي يان فيجيتال، السيدة يانا تشيرنوخوفا عضوة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التشيكي، الفنانة التشيكية العراقية السيدة إيفا شعيوكا والدكتور جميل شعيوكا. Vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych vás na úvod přivítal v našem městě Alkoš. V průběhu tohoto dopoledne se budu snažit vám určitým způsobem upřesnit některé body dnešního harmonogramu a zároveň vám přiblížit obsah některých projevů, které pak přečtu v českém jazyce. A nyní bych poprosil některé vybrané hosty, aby se připravili k odhalení památníku. Poprosím pana místopředsedu poslanecké sněmovny, pana inženýra Jana Bartoška, pana velvyslance v Iráku, pana magistra Jana Vyčítala, paní poslankyni, paní magistru Janu Černochovou. Poprosím své rodiče, aby společně s panem biskupem Magdásím odhalili náš památník.
رجان كمرجف من اخر وطن دي لتيو بيش تيو لقي مزالة هام رجان سلام المسيح به نرحب بضيوفنا الكرام نستهل منهاجنا بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكراما على أرواح شهداء الوطن A nyní bych prosím vyzval všechny k minutě ticha k uctění památky padlých bojovníků. Děkuji. شكرا جزيلا تفضلوا لا شيء يجمعنا بين حنايا هذه البلدة التاريخية العريقة غير الحب
والانتماء لها. إنها بلدتنا الحبيبة التي تسخر برجالها المباركين بدءا بآبائنا وأجدادنا الذين عانوا وتحملوا الويلات ووقفوا بوجه الظلم والشر الطامعين والجنات، حملوها على امتداد السنين بين حدقات عيونهم وضحوا بالغالي والنفيس من أجل إعلاء شأنها وإبقائها شامخة صامدة بوجه أوصاب الزمن. هكذا كانت وستبقى طالما هناك أبناء وأحفاد بررة يعملون المستحيل من أجل الحفاظ عليها وتطويرها. وكانت مبادرة الدكتور جميل شعيوكا إحدى العطاءات التي أضافت إلى أرشيفها منجزا كبيرا كهذا المنجز الذي نجتمع اليوم للاحتفال بافتتاحه. فقد جاء عبر آلاف الأميال والفرحة تغمره ليجعل من ذلك الوادي الفائض بالأنقاض والقمامة جنينة تنشرح لها النفوس. مشكورة جهود الدكتور وعائلته وكل من تعاون معه، وفي مقدمتهم سيادة المطران مار ميخائيل مقدسي والسادة المسؤولين ودوائر الدولة وكافة الأخوة الذين مدوا له يد العون في تذليل الصعاب. بوركتم وبورك كل من يقدم ما هو جديد ومثمر لبلدة الآباء والأجداد القوش الحبيبة. نبذة عن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في القوش. تعتبر مدارس القوش امتداداً لتاريخ القوش العلمي والثقافي، وتعتبر امتداداً للمدرسة التي أنشأها القديس مار ميخا النوهدري في الجيل الرابع، الذي يعتبر أول معلم في تاريخ القوش والمنطقة. ومن هذه المدارس أولاً رياض الأطفال، بيت الملائكة للأطفال. ثانياً روضة القوش للأطفال، كانت بدايتها في مدرسة مار ميخا النوهدري لعدة سنوات. كانت الإدارة والكادر معظمهم من الراهبات وقسم من معلمات من بلدتنا القوش، ولحد الآن الكادر من قصبة القوش. المدارس الابتدائية، أولاً ابتدائية القوش الأولى للبنين تأسست في 1918، وكان أول مدير لها الخوري يوسف منصور كادو، وهي أول مدرسة رسمية في المنطقة، وكانت تشغل نفس البناية التي أسسها القديس مار ميخا. في 6/12/1976 انتقلت هذه المدرسة إلى البناية الحالية. عدد المدراء الذين قاموا بإدارة المدرسة منذ تأسيسها 19 مديراً، وعدد المعلمين الذين قاموا بالتدريس فيها 245 معلم ومعلمة، وعدد التلاميذ الذين تخرجوا من هذه المدرسة ما يقارب 3980 تلميذاً. ثانياً ابتدائية القوش الثانية للبنين تأسست في عام 1952، حيث كانت تسمى سابقاً مدرسة العزة الابتدائية للبنين، وانتقلت إلى البناية الحالية في عام 1969 وأدارها 12 مديراً. أما عدد الهيئة التعليمية الذين درسوا فيها منذ تأسيسها ولحد الآن 150 معلم ومعلمة، وتخرج منها ما يقارب 6160 تلميذا. ثالثا القوش الابتدائية للبنات تأسس سنة 1959، وعدد المديرات اللواتي تولوا فيها مهام الإدارة 8 مديرات، منهن الست ريجينا بولس بهنام. فمنذ أن تولت مهام الإدارة أصبحت المدرسة من المدارس المميزة على غضاء تلكيف ومحافظة نينوى، حيث كانت نسب نجاح التلميذات للصف السادس الابتدائي في الامتحانات الوزارية 100%. ولحد الآن
رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا إن هذه المدرسة حافظت على تميزها بالنجاح. ولا ننسى دور المربية الفاضلة التي رحلت إلى الأغدار السماوية عام 2006، المرحومة الست جوزة حنة يوسف رحمها الله. رابعاً، مدرسة القوش الأساسية المختلطة تأسست في 12/9/2012 وهي تابعة لمديرية تربية تلكيف التابعة لمحافظة دهوك، وتشغل المدرسة مبنى ابتدائية القوش الثانية للبنين، وتشمل المدرسة 9 مراحل دراسية من الصف الأول الأساسي إلى الصف التاسع الأساسي. ومن الجدير بالذكر إن المدرسة احتضنت ما يقارب 500 طالب وطالبة، وتخرج منها ما يقارب 200 طالب وطالبة من الصف التاسع الأساس. وخدم العملية التربوية في هذه المدرسة 31 معلم ومدرس، وغالبيتهم من أهل القوش، وحازت على المراكز الأولى بين مدارس القضاء. وهكذا يبقى المعلم كالشمعة يذوب لينير الأجيال القادمة. بالرغم من الظروف الشائكة والمعقدة التي مرت بها وتمر بها بلادنا العزيزة نتيجة الغزو البربري الذي تعرضت له مدن العراق عموما وبلدات سهلنين وخصوصا، وما ارتكبته هذه العصابات الإجرامية من المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية بحق شعبنا وبمختلف شرائحه الاجتماعية من القتل والتهجير القسري والاعتداء والاغتصاب ونهب الثروات ومحاولاتهم المريرة لتوسيع رقعة الاحتلال لأراضينا المقدسة لتشمل حتى مدن كردستان الحبيبة، لكن الغيارة من الجيش العراقي الباسل وقوات البيشمركة الشجعان والحشد الشعبي وكافة القوات الأمنية العراقية وقفوا لهم بالمرساد وحالوا دون تحقيق مآربهم الدنيئة، فقدموا جراء ذلك قرابينا من الشهداء الذين وهبوا حياتهم من أجل طرد الغزاة الذين دنسوا أرض الوطن، غدرونا جسدا لكنهم باقون في ذاكرة الزمن. وها نحن اليوم تجمعنا القوش في هذه الجنينة التي يؤطرها الحب والسعادة والأمل. يتفضل كل من السادة التالي أسماءهم لقص الكيك. سعادة وزير الثقافة في إقليم كردستان الأستاذ خالد الدوسكي، المهندس يان بارتوش، نائب رئيس البرلمان التشيكي، القنصلة العامة في أربيل السيدة إيفا درداكوفا، الأستاذ فائز عبد الجهورة مدير ناحية القوش السيدة إيفا شعيوكا. Dámy a pánové, nyní bych požádal paní poslankyni magistru Janu Černochovou, paní generální konzulku v Erbilu, paní Evu Drdákovou a naší maminku paní Evu Šajovou, aby společně s ředitelem města Alkoš panem Fajzem přistoupili k slavnostnímu rozkrojení dortu. نهنئ أنفسنا بتكريس هذا الصرح الجميل للسلام في بلدتنا القوش الحبيبة، شاكرين لكل من ساهم فيه جهوده القيمة، ولتكن نعمة وبركة الرب عليكم دوما إدارة مدرسة القوش الأساسية المختلطة. نبذة عن المدارس الثانوية في القوش. أولا، ثانوية القوش للبنات
تأسست المدرسة في العام الدراسي 1959-1960 ولم يكن لها بناية خاصة، وكانت ملحقة بثانوية القوش للبنين. وفي 16-3-1981 تم نقل المدرسة إلى البناية الجديدة التي تشغلها هذه الثانوية حالياً. وقد أدارت هذه المدرسة 10 مديرات متتاليات، وقد تربعت على عرش الإدارة مدة 35 عاماً بإدارة قوية رصينة وحصينة من قبل السيد بتول يلدى إلياس، وهي من أهالي بلدتنا القوش الحبيبة. ودرس في هذه المدرسة ما يقارب 260 مدرس ومدرسة، وقد أنجبت هذه المدرسة من الطبيبات والمهندسات والمدرسات وذوي شهادات أخرى الكثير. وما زالت هذه المدرسة تزخر ببناتها عاماً بعد عام، متألقة بالنسب الجيدة والمراتب الأولى في ترتيب مدارس قضاء تلكيف ومحافظة نينوى. ثانياً، ثانوية القوش للبنين. تأسست المدرسة في العام الدراسي 1956-1957، ولا زالت المدرسة قائمة ليومنا هذا، وبالرغم من كافة الصعوبات تحتضن العشرات من الطلبة النازحين من شتى المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. ثالثاً، إعدادية التحرير التجارية. تأسست المدرسة أعلى في العام 1981، وكان عدد طلابها 44 طالب وطالبة، وتعاقب على إدارتها 7 مدراء، وتخرج منها العديد من الطلبة والطالبات. رابعاً، إعدادية دوست المختلطة. تأسست هذه الإعدادية التابعة لمديرية تربية تلكيف التابعة لمحافظة دهوك في 17-9-2011، وبهذا الاسم الذي يعني الصديق. تشغل هذه الإعدادية بناية ثانوية القوش للبنين الجديدة، وبواقع دوام ظهري 5 أيام في الأسبوع، وتشمل الإعدادية فرعي العلم والأدبي. وخلال هذه الفترة الوجيزة تخرج من الإعدادية عدداً من الطلبة الذين تم قبولهم في الكليات والمعاهد، ومنهم من حصل على كليات عليا من الطب والهندسة في الإقليم، وهذا ساعد أبنائنا الطلبة الذين قبلوا في الجامعات على أن يكونوا بأمان بسبب الظروف الأمنية القاهرة التي شهدتها محافظة نينوى خلال هذه الفترة. وقد تخرج من مدارس القوش الحبيبة شخصيات كثيرة، منهم من نالوا شهادات عليا ورجال دين ومناصب مهمة، منهم المطران مرميخائيل مقدسي راعي أبرشية القوش، المطران يوسف بابانا راعي أبرشية ساخو سابقا، المطران استيفان كتشو راعي أبرشية البصرة ثم ساخو سابقا، المطران غوريال قودة راعي أبرشية البصرة ثم بيروت سابقا، المطران إيميل شمعون نونا راعي أبرشية الموصل سابقا ثم استراليا حاليا. وتخرج عدد كبير من الأطباء والمهندسين والحقوقيين والمدرسين والمعلمين من أبناء بلدتنا العزيزة القوش، فهنيئا للقوش بمدارسها وملاكها، وهنيئا لنا لأننا في القوش الحبيبة، وشكرا. لقد كان للدكتور جميل شعيوكة دورا كبيرا ومتميزا في دعوة الوفد التشيكي للمشاركة في افتتاح مشروع ميدان السلام، وقد لبوا مشكورين الدعوة وقطعوا هذه المسافات لحضور الاحتفالية، فأهلا ومرحبا بالوفد وضيوف الكرام في بلدتهم التي تزدهي بهم في القوش.
اعتذر الأستاذ باسم يعقوبلو قائم مقام قضاء الكيف على حضوره إلى الاحتفالية بسبب انشغاله، وبنفس الوقت يرسل تهانيه وتبريكاته إلى سيادة المطران والدكتور جميل شعيوكا على افتتاح ميدان السلام. القش محنقت بصدر التشعيثة، يا بهرد علم مدانة شريثة، شمخ حلويا يا مرقنيثة، دايب مصوي انت بقبار حميثة، شمخ يا القش كثي ويل بدمي، شم رابا يا خافي ويمي، اثواث خرثيم السبواثي وكمي، آية بصخوثي وخبرش مني. حضورنا الافاضل نسمع مع النشيد القوش يا ماث الزونة، كلمات الاستاذ سعيد شامايا، الحان المرحوم وديع كتشو، اداء نغبه من مبدعي القوش. القوش يا ماث الزونة، thank you.
بندر خلا القش الأكبر من شغلا كرك للبندر خلا كل أفضل دي شهر القش لا يا دي المشروع وافتتاح نصب السلام لأهالي القش الكرام. ونخص بالذكر السيد جميل ميخا شعيوكا شاكرين له جهوده القيمة، وإن دل على شيء إنما يدل على اعتزازكم بتراب القش والوطن الغالي وشهدائنا الأبرار. ونثمن أيضا الجهود الجبارة للأخوة الذين بادروا بتنظيم الافتتاحية، وليجازيكم الرب بأعمالكم الخيرة. لجنة محلية ومنظمة القوش للحزب الديمقراطي الكردستاني. حضورنا الكرام، يتفضل كل من الآنسة ديانا الشعيوكا والآنسة كاترين شعيوكا لحمل إكليل الورد لتضعه القنصلة العامة السيدة إيفا درداغوفا على نصب الشهيد. Dámy a pánové, nyní bych požádal paní generální konzulku v Erbilu, paní Evu Drdákovou, paní poslankyni, paní magistru Černochovou a pana doktora Jaroslava Rejfa, jestli by se mohli přesunout k památníku a připravit se k položení slavnostních věnců. كما يتفضل السيد جيمي شعيوكا وخطيبته بنتي مينار رجيكوفا لحمل إكليل الورد إلى نصب الشهيد، يقدمه القنصل التشيكي الدكتور يارو سلافري. بابانا وعقيلته لحمل إكليل آخر لتضعه السيدة يانا جرناغوفا عضو البرلمان التشيكي على نصب الشهيد. نتمنى أن تصل هذه التجربة التي تحركها أفكار وذكريات تستيقظ في وجدان كل مغترب من أبناء شعبنا حيثما كانوا لترجمها إلى مثل هذه التجربة الخيرة التي مارسها ابن القوش البار جميل شعيوكا، ويعوده أيضا بما يتيسر له فكرا أو عملا أو إصلاحا يخدم بلدته التي تحتاجه في هذه الفترة، خصوصا لتستمر حياتنا في وطننا وعلى أرضنا آمنة هنيئة حرة. الأستاذ سعيد شماية. القوش لوحة جميلة خالصة تسكن في قلوبنا وذكرياتنا، ويمتزج حبها بمشاعرنا وأحاسيسنا وأرواحنا. ضيوفنا الأحبة، نسمع معا كلمة سيادة المطران
مار ميخائيل مقدسي الجزيل الاحترام فليتفضل. Dámy a pánové, nyní pronese svůj projev pan biskup města Alkoš Michael Magdasi. دخران العالم نهوي السادة ذكرى الشهداء تدوم إلى الأبد. الأخ والأستاذ الدكتور جميل ميخا شعيوكا، سعادة سفير جمهورية التشيك، الأخوة أعضاء البرلمان الشيكي والقنصلية العامة في أربيل، السادة الوزراء ووكلاء الوزراء، الإخوة مسؤولي الإدارة المحلية وأعضاء الطاقم الإداري في ناحية القوش، ممثلي الأحزاب السياسية والدوائر الرسمية، يا أبناء القوش الأبية والجميع المحترمين، أقول للجميع جئتم أهلا وأطيتم سهلا على أرض بلدتنا القوش العريقة والفخورة بأصالتها وتاريخها ورجالها مع نسائها وشهدائها الأبرار على ممر الأجيال كما بأبنائها وشبابها اليوم. القوش التي كانت وما زالت وستكون مصدر العطاء والينبوع الدائم للفخر والاعتزاز، كونها أعطت وتعطي للعالم علماء علم ودين أمثال البطاركة والمطارنة والكهنة والرهبان والراهبات وشمامسة بأعداد لا يستهان بها، رفعوا رأسها نحو العلا وخلدوا اسمها في التاريخ، وأعمالهم تشهد لهم على ممر العصور، ومنهم خاصة الشهداء الذين منذ القدم وحتى يومنا هذا دافعوا دفاعا موسوما بدمهم عن أرض الوطن من شماله حتى جنوبه وشرقه حتى غربه. وبشهادتهم هذه أبعد الشر عن هذا الوطن العزيز العراق هذا، وإني فخور وكل القوش بكم يا شهداءنا الأبرار، قائلا لكم نيابة عن نفسي وعن القوش والحاضرين فيها اليوم، لستم أمواتا بل أحياء في قلوبنا وضمائرنا وأقوالنا وأعمالنا وعلى ألسنتنا، فاستريحوا وناموا عند ربكم مطمئنين. نعم القوش فخورة بشهدائها كما بأبنائها دوما، واليوم وبصورة خاصة تفتخر بابنها البار الدكتور جميل ميخا شعيوكا وعائلته المباركة، نعم بابنها جميل الذي غادرها منذ فترة طويلة ولكنها كانت دوما حاضرة في قلبه وضميره ودمه وعلى لسانه، كان يزورها بين حين وآخر مفكرا بالقيام بعمل ما ليثبت أنه ابن هذه البلدة المباركة ويريد مكافأتها لإنجابها له، وكما يقول المثل الإنسان يفكر والله يدبر. وها إننا أيها الإخوة
نرى اليوم عمله فيها ومكافأته لها والهدية التي يهديها ويقدمها من أعماق قلبه لبلدته القوش ولأبنائه الأعزاء وإكراما للشهداء الأبرار. وبعمله هذا أثبت أنه بالحقيقة ابنها البار والشهداء إخوته وأهله. والهدية ما هي إلا قيامه مشكورا من الأعماق ببناء هذا الصرح العظيم الذي أمام أعينكم ومن ماله الخاص الذي كلف 255 ألف دولار. نعم، من ماله الخاص وقلبه السخي وأياديه الممدودة دوما نحو العطاء جازاه الله خيرا. نعم أيها الإخوة، لقد بنى هذا الصرح الأبدي الرائع الشامخ والعظيم وبالتعاون مع الإدارة والمجلس البلدي مشكورين جميعا لتعاونهم ومشاركتنا بهذا الاحتفال الفريد من نوعه. آملين وعاملين ليبقى هذا الصرع ذكرا خالدا ومخلدا أسماء أولئك الأبطال شهداء الوطن. ويا ليت أن يقوم كل متيسر من بلدتنا حيثما كان ويقتدي بالأخ الدكتور جميل ميخا شعيوكا الذي أصبح مثالا بعمله هذا قدوة لغيره. وهذا ما نأمله من أبنائنا وإخوتنا مستقبلا إن شاء الله. أيها الإخوة الأعزاء، إنه لفخر لنا أن نستقبل اليوم إخوتنا من بعيد وقريب، وخاصة بهذا اليوم ذكرى شفيع بلدتنا القوش ومعلمنا الأول والكبير مار ميخا النوهضري، الذي كما سمعتم وضع أساس العلم والتعليم والفضيلة في بلدتنا هذه القوش منذ ما يقارب 1600 سنة، وذلك بتأسيسه أول مدرسة في القوش والتي تسمى حتى الآن مدرسة مار ميخا، التي تضم رفاته المقدسة متمنين لمدارسنا هذا اليوم السير على خطى هذا الشفيع والمعلم الأول لجميعنا، طالبين من الجميع الدعم الكلي وحسب الإمكان بمدارسنا هذا اليوم وعلى كافة الأصعدة لكي يرتقي العلم بأولادنا إلى مستويات آبائهم وأجدادهم، ليكون رأس القوش مرفوعا وصيتها منتشرا في كل الأرجاء. وللعلم والمفخرة نقول إن هذه المدرسة أنجبت رجالا عظماء كما سمعتم أيضا وفي جميع الاختصاصات، بعضهم أمواتا بالجسد وأعمالهم قائمة لهذا اليوم، وآخرون أحياء سائرون على خطى معلمهم الأول مار ميخا النوهضري بنشرهم العلم والفضيلة. ونؤكد طالبينا من الجميع الاستمرار بهذا الإنجاب العلمي والعملي ليبقى اسم القوش ذخرا طيبا وصالحا في ضمير الأصحاء والعظماء والنبلاء والمسؤولين على ممر الأجيال القادمة.
وأخيرا إنما يسعدني هو أن أوجه شكري وتقديري الخاص إلى الأخ الدكتور جميل ميخا شعيوكا والعائلة، قائلا لهم: أيها الأخ العزيز، وفقكم الله وجازاكم خيرا مع العائلة المحترمة، وكثر الله أمثالكم، والسلام وبركة الله مع جميعكم، وشكرا. يتفضل الدكتور روبرت شعيوكا لإلقاء الترجمة الكاملة لكلمة سيادة مطران. Dámy a pánové, nyní bych přečetl projev pana biskupa Magdásího v českém jazyce. Památník je věčný. Vážený pane doktore, vaše excelence, místopředsedo poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pane velvyslanče České republiky, naši bratři, členové českého parlamentu a generálního konzulátu v Erbilu, členové veřejné správy ve městě Alkoš, zástupci politických stran, oficiální úředníci a respektovaní synové našeho hrdého města Alkoš. Říkám každému, jste vítáni na půdě našeho města Alkoš, hrdého na svou originalitu, svou historii, své občany, ženy a také své mučedníky, kteří celé území své vlasti bránili, ať už na severu či na jihu, východě nebo západě. Město Alkoš dalo světu velké množství učenců a duchovních, patriarchů, biskupů, kněží, jáhnů a mnichů. Oni všichni jsou důvodem naší píchy a slávy a jsou stělesněním nesmrtelnosti jména Alkoš v průběhu celé jeho dlouhodobé historie. Jsem hrdý na vás na všechny, říkám všem mučedníkům, jménem svým i ve jménu všech dnešních účastníků. Vy nejste mrtví, jste stále živí v našich srdcích, našem vědomí, našich slovech, činech i v naší konverzaci. Odpočívejte v pokoji a klidu v náručí našeho pána. V současnosti je město Alkoš velice hrdé na svého věrného a loajálního syna, doktora Jamila Mika Šajoku, a jeho požehnanou rodinu. Doktor Jamil odešel z Alkoš dávno, ale jeho milované město zůstalo navždy v jeho vědomí, v jeho slovech a především v jeho srdci. Není to tak dávno, kdy mu situace po pádu režimu v Iráku umožnila své město znovu navštívit. Doktor Jamil měl však vždy na paměti touhu svému rodnému městu něco vrátit. A jak praví přísloví, člověk smýšlí a Bůh koná. Moji bratři, dnes jsme svědky naplnění této touhy, daru věnovaného doktorem Jamilem svému rodnému městu, který vyjadřuje jeho uznání našich mučedníků a dokazuje jeho lojalitu ke svému městu a jeho lidem. Doktor Jamil vystavil toto výjimečné místo s památníkem na vlastní náklady a byl přitom ke svému městu velice velkorysý. Výše investice bez hodnoty pozemku činila více než 250 000 amerických dolarů. Sám spolupracoval se všemi místními autoritami na stavbě, která stělesňuje vznešenost vzpomínky na jména našich mučednických hrdinů. Vyzývám tímto všechny schopné lidi, aby následovali příklad doktora Jamila a přispěli k budoucímu rozvoji našeho města, dáli Bůh. Drazí bratři, je pro nás velkou ctí přivítat zde bratry a sestry z blízka i zdaleka, zejména v tento sváteční den, kdy si připomínáme patrona města Alkoš, svatého Michaela, který položil základy vědy, vzdělávání a ctnosti v našem městě a vystavil první školu v Alkoš, kterou asi před 16 lety pojmenoval škola svatého Michaela a ve které jsou nyní uloženy jeho ostatky. Přejeme si, aby naši školáci nadále kráčeli ve stopách našeho prvního učitele. Při této příležitosti vyzývám všechny jednotlivce podle svých individuálních schopností a možností, aby poskytli pomocnou ruku našim vzdělávacím institucím a pomohli tak je rozvíjet, aby dosáhli úrovně našich předků. Držme naše hlavy vzhůru tak, aby naše dobrá pověst byla důvodem hrdosti po celém světě. Neměli bychom také zapomenout, že absolventy naší školy jsou někteří velmi významní muži v nejrůznějších vědních disciplínách. Někteří z nich již zemřeli, ale hodnoty jejich činnosti po nich navždy zůstaly. Někteří však ještě žijí a jsou ve stopách svého prvního učitele, svatého Michaela, šíří vzdělání a vědomost.
Apeluji proto ještě jednou na všechny, aby pokračovali ve vědecké činnosti i praxi a pomohli tak udržet dobré jméno Alkoš v povědomí. Závěrem bych chtěl ještě jednou rád vyjádřit své poděkování a uznání našemu bratru doktoru Jamilu Mikašajokovi a žádám Boha, aby odměnil jeho i jeho rodinu. Doufám, že většina lidí bude následovat jeho příklad. Mír s vámi. Děkuji, váš bratr biskup Michal Magdasi, biskup diecéze Alkoš a chaldejské šejkán. برقية من الدكتور صباح توماس من أبناء القوش المقاتل في كردستان لمدة 15 سنة والمدافع من قصبة القوش الحبيبة والذي استشهد معه 34 شهيدا ومن ضمنهم 7 من أقربائه و2 من أخوانه وحضر هذه المناسبة قادما من السويد رغم وضعه الصحي الصعب حاليا مع الشكر والاعتزاز بالمناسبة المقدسة والخالدة مع التحيات من القلب المفعم بالمحبة والاعتزاز. اليوم وتحديدا مع تزامن مولد القديس مارميخا النوهدري كانت لنا في القوش انتقالة أخرى وموعد آخر مع الفرح والأمل في جنينة ميدان السلام تجمع في القوش وتعلو وجوه الحضور الابتسامة والأمل يحمل عنوان المحبة والتفاني. حضورنا الكرام نسمع من شمامسة كنيسة مار غورغيس ترتيلة بعنوان الشهيد. يا بخرى السعيد مذنحا يا سادة عباد مشيحا لكم افتتاح هذا الميدان الصغير بحجمه والكبير بمعناه لنتمنى لكم الموفقية وشكرا للدكتور جميل شعيوكا على هذا الصرح الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني. باقة ورد وحب واحترام إلى جميع أهالي القوش الكرام بافتتاحهم مشروع ميدان السلام ولكل العاملين والداعمين ونخص بالذكر الدكتور جميل شعيوكا كي تبقى القوش زاهية بثقافتها ودمتم تحت حماية الرب. منظمة نيشا لتمكين الشباب في القوش. إن الشعور بالفرح والسعادة لا يغمرنا في هذا النهار السعيد ونحن نعيش هذه اللحظات الزاخرة بالأمل رغم قساوة الظروف التي يعيشها
شعبنا الذي رزح تحت نير الإرهاب أكثر من سنتين. نأمل أن تنزاح هذه الغمة ونعيش الفرح الحقيقي بعيدا عن الاعتداءات والقتل وسفك الدماء. ضيوفنا الأحبة، نسمع كلمة المهندس يان بارتوشك نائب رئيس البرلمان التشيكي. Nyní bych rád pozval pana místopředsedu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pana inženýra Jana Bartoška. Vážený pane biskupe, vážený pane doktore Šajo, dámy a pánové, vzácní hosté. Je mi velkou ctí, že dnes spolu s vámi se mohu společně zúčastnit slavnostního otevření parku s památníkem věnovaným obětem boje za obranu vlasti, svobody a lidské důstojnosti zde ve městě Alkyš. Základní myšlenkou vytvoření tohoto památníku je dle slov iniciátorů projektu podpora místní křesťanské komunity a uctění památky zesnulých bojovníků. Je důležité stále si připomínat základní lidské hodnoty, jako je právo na život ve svobodném světě, a vzdát úctu těm, kteří za to byli ochotni položit život. Jsem velmi rád, že mohu svou přítomností vyjádřit souhlasný postoj s těmito hodnotami. Oceňuji spolupráci mezi českou a iráckou stranou. V současné nelehké celospolečenské konstelaci je otevření památníku symbolem posílení vědomí, že se tato situace zlepšuje. Současně je to také vyjádření postoje k zachování chaldejských kořenů, které představují základ křesťanství v oblasti severní části Iráku. Věřím, že jsme společně nastoupili cestu rozvoje a vzájemné spolupráce. Že se i nám bude i nadále dařit hájit a především šířit hodnoty křesťanství. A to i navzdory těm, kteří tuto základní svobodu zpochybňují. Přeji nám všem, aby na těchto základech, které si dnes zde společně připomínáme, byl v budoucnu vybudován mír a bezpečí celého zdejšího regionu. Přeji vám a všem vašim rodinám to, co přál Kristus svým apoštolům. Pokoj vám. A já k tomu dodávám pokoj vám a celé vaší zemi. Děkuji. Ano. يتفضل الدكتور غزوان شهارة لقراءة الترجمة الكاملة لكلمة السيد نائب رئيس البرلمان التشيكي. سيداتي سادتي الضيوف الأعزاء، أرحب بسيادة المطران مار ميخائيل مقدسي راعي أبرشية القوش السامي الاحترام والدكتور جميل شعيوكا بهذه المناسبة. إنه لشرف كبير لي أن أكون هنا اليوم للمشاركة في هذه المناسبة الاحتفالية بافتتاح ميدان لصرح مخصص للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية تراب وطنهم وحريتهم وكرامتهم الإنسانية في بلدة القوش. إن الفكرة الرئيسية من بناء هذا الصرح طبقاً لما تتضمنه لوحة المشروع هو دعم الطائفة المسيحية المحلية والتعبير عن الامتنان للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم. إن من الضروري القصوى تذكير أنفسنا بالقيم الإنسانية الرئيسية كالحق في الحياة في عالم حر والتعبير عن الاحترام لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم. إنني جد سعيد للتعبير عن حرصي تجاه هذه القيم
من خلال وجودي هنا، وأقدر عالياً التعاون بين الطرفين التشيكي والعراقي في ظل ظروف الاستقطاب المجتمعي الحالي. وإن افتتاح هذا النصب التذكاري يعبر عن الثقة بأن الظروف تسير نحو الأفضل، كما إنه تعبير في نفس الوقت عن التوجهات للحفاظ على الجذور الكلدانية التي هي الأساس للمسيحية في شمال العراق. وأشعر بكل إخلاص أننا نسير في الطريق الصحيح لتعزيز تعاوننا، وأؤمن بأننا قادرون على التعاون وتعزيز القيم المسيحية رغم أولئك المتشككين في الحريات والقيم الإنسانية الأساسية. أملي أن نتمكن من البناء على هذه الأسس، ونحن نحتفل معا بإحياء هذه الذكرى والوصول بالمنطقة كلها مستقبلا لبر الأمان والسلام. وأتمنى لكم ولأسركم ما تمناه المسيح لتلاميذه، السلام عليكم، ومضيفا لها في كل بلادكم. وشكرا. برقية، مبروك لأهل القوش الحبيبة هذا الصرح الكبير الذي زين معالمها الجميلة، وشكر من القلب لكل شخص يقدم خدمة لهذه البلدة. بوركت سواعدكم، ونتمنى من الرب أن تبقى القوش دائما مزدهرة وجميلة بناسها ومعالمها. نادي القوش الرياضي. ضيوف ميدان السلام الأحبة، حان الوقت لتجتمع كافة شرائح المجتمع العراقي على طاولة المحبة للم شمل الأسرة العراقية من أجل بناء العراق الجديد. ولا بد من تفعيل دور كل مواطن عراقي بغض النظر عن دينه وقوميته ومذهبه. والآن نستمع من سعادة السفير التشيكي يان فيجيتال كلمته بالمناسبة، فليتفضل. Nyní bych rád pozval pana velvyslance České republiky v Iráku, pana magistra Jana Vyčítala, k přednesení svého projevu. Dobré odpoledne, dámy a pánové, son excellence, vážení hosté. Je mi velkou ctí tlumočit zdravit si pana ředitele Kmoníčka, ředitele kanceláře prezidenta České republiky. Vážený pane doktore, vážený pane biskupe, vážení hosté. Letos v říjnu při osobním setkání s doktorem Jamilem Shayokou jsem měl to potěšení dozvědět se o chystaném otevření parku s památníkem velkoryse věnovaným rodinou Shayokových městu Alkuš. Památník je dnes odhalován, symbolizuje podporu místních křesťanů a památku zesnulých bojovníků za mír, svobodu a lidskou důstojnost v této oblasti. Podpora křesťansko-katolické komunity a boj za zachování kulturní a náboženské diverzity Iráku jsou v této době úkolem nesmírně důležitým, stejně jako nesnadným. Území dnešního Iráku dříve představovalo jednu z nejvíce multikulturních společností Blízkého východu, v níž sjednoceny společenským historickým dědictvím a tradicemi vedle sebe dokázaly existovat různé církve, společenská zařízení a kulturní společenství. Ve stínu ničivých válečných a vnitřních konfliktů, které definují současnou realitu země, si dnes jen málo kdo uvědomí, že Irák je zemí početné menšiny více než 10 domácích křesťanských denominací, různých starověkých náboženství a několika etnik, které existovaly pouze v Iráku, dokud je nedávná nucená migrace nezavedla za hranice své rodné země. Bolestivou ranou multikulturní tváří Iráku byl odchod většiny židovské komunity během 60. let a historie se opakuje i dnes, kdy irácká křesťanská komunita poklesla z původních 1,5 milionu na méně než 300 000 věřících v poslední dekádě.
s jedním nejohroženějších a zároveň nejdůležitějších míst pro irácké křesťany je právě město Al-Gush, které je jedním z mála míst, kde je stále užíván biblický jazyk aramejština a které je podle tradice místem hrobu starozákonního proroka Jonáše, jenž je uctíván jak křesťany, tak jako prorok Yunis islámem. Je mým přesvědčením, že je naší společnou povinností zachovat příštím generacím dědictví našich předků, a to zejména v oblastech, které byly v minulosti materiálně a duchovně devastovány. Z tohoto důvodu upřímně oceňuji úsilí doktora Jamily Shayoky a připomenout historii křesťanů v Iráku, stejně jako podtrhnout význam svobody vyznání a povzbudit zájem veřejnosti o historii tohoto místa a o záchranu jeho rozmanitého kulturního a duchovního bohatství. Dovolte mi závěrem popřát kraj biblického Ninive, aby dokázal i nadále vzdorovat v boji za zachování vlastní historické identity a kulturního odkazu a aby se naplnilo biblické: když Bůh viděl skutky jejich, že se odvrátili od cesty své zlé, smiloval se nad neštěstím, kterým byl jim hrozil, učinil ho. S přáním všeho dobrého, Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Your Excellencies, ladies and gentlemen, allow me on behalf of me to say that I am really proud to be here and I am really happy to see this young generation, which is our future and future of this region. We hope that, or we can see that there are no differences between us. We want to live in peace, we want to enjoy the life, we want to play, we want to have our kids, and we want to be together with the family. So my warm best wishes to all of you, and thank you very much that you enable me to be here today with you and enjoy this beautiful event. Thank you very much. يتفضل الدكتور الأب الدكتور غزوان شهارة للقراءة الكاملة لكلمة السيد سفير التشيكي. تفضل. عزيزي دكتور شعيوكا وسيدنا المطران الضيوف الأعزاء، عندما التقيت حضرة الدكتور جميل شعيوكا في أكتوبر الحالي كان من دواعي سروري معرفتي بافتتاح ميدان تذكاري تكريسا كريما من أسرة شعيوكا لمدينة القوش، وإن النصب التذكاري الذي تم إزاحة الستار عنه اليوم يرمز لدعم المسيحيين المحليين وتخليدا لأولئك الذين ماتوا دفاعا عن السلام والحرية والكرامة الإنسانية في العراق. لقد أصبحت مهمة دعم وتشجيع الطائفة المسيحية الكاثوليكية والنضال من أجل الحفاظ على التنوع الثقافي والديني في العراق أمرا مهما وصعبا للغاية. لقد كان العراق في السابق أحد أكثر المجتمعات الأكثر تعددية ثقافية في الشرق الأوسط. لقد ازدهرت ثقافات وأديان جدا متنوعة في العراق يجمعها تراث وثقافة وتقاليد مشتركة. لقد تواجد عدد غير قليل من الطوائف المتنوعة في العراق، لكن التنوع الاجتماعي في العراق اليوم يتراجع بشكل بطيء. وفي ظل الحرب المدمرة والنزاعات الداخلية التي تسم الواقع القائم في البلاد هذه الأيام، فإن قلة من الأفراد أدركوا أن في العراق أقليات إثنية متعددة وفيها أكثر من 10 طوائف مسيحية محلية ومختلف الأديان القديمة وبضعة أقليات كانت موجودة في العراق فقط إلى أن أجبروا مؤخرا للهجرة خارج حدود بلادهم. كان النسف الأكثر إيلاماً لوجه العراق المتعدد الثقافي في رحيل أغلب الطائفة اليهودية خلال الخمسينات والستينات، والتاريخ يعيد نفسه هذه الأيام حين تناقص عدد الطائفة المسيحية في العقد الماضي من حوالي 1.5 مليون إلى أقل من 300,000 مؤمن. إن من أكثر الأماكن أهمية وعرضة للخطر على المسيحيين العراقيين هي بلدة القوش،
والتي هي أحد الأماكن القليلة التي ما زالت لغة الإنجيل الآرامية مستخدمة فيها. وطبقا للتقاليد ففيها قبر النبي ناحوم نبي العهد القديم والذي يوقره المسيحيون والمسلمون باسم النبي ناحوم. إن قناعتي إن مسؤوليتنا المشتركة تجاه أجيال المستقبل هي في حماية تراث أجدادنا، بخاصة في المناطق التي تعرضت سابقا للتدمير المادي والروحي. ولهذا السبب فإنني أثمن بكل إخلاص جهود الدكتور جميل شعيوكا في استعادة تاريخ المسيحيين في العراق والتأكيد على أهمية الحرية الدينية وتشجيع الاهتمام الشعبي بتاريخ هذا المكان وتخليص تنوعها الثقافي وثرائها الروحي. أخيرا اسمحوا لي أن أعبر عن رغبتي في أن تواصل محافظة نينوى تحديها في النضال من أجل الحفاظ على هويتها التاريخية وتراثها الثقافي، وذلك وفاء لما ورد في الإنجيل: فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. مدير مكتب الرئيس التشيكي، وأطيب التمنيات. باسم الهيئة الإدارية لنادي القوش العائلي نهنئ سيادة المطران مار ميخائيل مقدسي والدكتور جميل شعيوكا وجميع أهالي القوش الكرام على افتتاح هذه الجنينة الجميلة، بوركة جهودكم الخيرة. الهيئة الإدارية لجمعية القوش الثقافية تقدم تهانيها وتبريكاتها لسيادة المطران مار ميخائيل مقدسي والدكتور جميل شعيوكا وأهالي القوش على افتتاح جنينة ميدان السلام. في الغد القريب ستنقشع تلك الغمامة السوداء التي خيمت منذ عام 2014 على سماء الوطن وجلبت لشعبنا الجريح المصائب والكوارث وفقدان الأحبة وانضمام أحبتنا إلى قافلة الهجرة خوفا من الإرهاب الذي راح يقتل دون رحمة وشفقة. وها هي شمس الحرية تشرق من جديد ليغادر الجناة أرضنا الطيبة ونبدأ معا ببناء ما هدمه الأوغاد. حضرونا الأكارم، سنسمع كلمة الدكتور جميل شعيوكا بالمناسبة. تفضل. خنواتي وخطواتي عزيزة، بشينا وثلاخن كلهم بث يوم مبريخة كم جامع لهم كلهم بغذاذة دبثختة دثميدا دشلامة بو ألقش ماثة. نعم نعم كلهم كبخلا ألقش ألقش يمي رحوقي وين منخ بس لكم ناش النخ حبة وشلامة طلوخن كلوخن. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، يشرفني أن أدعى ليتحدث لكم، وإنه من دواعي سروري أن أكون هنا معكم. اسمحوا لي أن أبدأ خطابي هذا بالترحيب بسيادة المطران ميخائيل مقدسي، كما أرحب بممثل رئيس أقليم كردستان العراق الزعيم الكردي مسعود برزاني، كما أرحب بمسؤولي فرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأرحب أيضا
بالوفد التشيكي ابتداء من سعادة السفير التشيكي والوفد البرلماني المرافق له والقنصل التشيكي العام في محافظة أربيل، كما أرحب بممثلي محافظ نينوى ومحافظ دهوك، وأرحب بمدير الشرطة في محافظة دهوك، كما أرحب أيضا بالأخ والصديق العزيز لبيد عباوي وأسرته، وترحب أيضا بمدير ناحية القوش وبقية أعضاء الطاقم الإداري وممثلي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وممثل المؤسسة الأمنية في القوش. شعبنا العزيز في القوش، لدي أمل بأن يكون هذا الميدان نقطة انطلاق لبناء مجتمع السلام والمحبة، وذلك تخليدا لذكرى الشهداء الذين ضحوا من أجل أن نقف هذا الموقف الجليل. لقد ضحى هؤلاء الشهداء بدمائهم لحماية حياة الإنسان وتراب الوطن، ولولا تضحياتهم لما تمكننا من بناء هذا الصرح. إن بلدة القوش قدمت في كل المواجهات التي جرت في العراق عددا كبيرا من الشهداء، وإن بناء هذا الصرح هو لرد الجميل لتضحيات هذه البلدة، فتحية تقدير وإعزاز لشهداء هذه البلدة وعوائلهم، والمجد والخلود لشهداء الوطن الذين كان من بينهم العديد من الأصدقاء، ومنهم هرمز بوكا، صبري دقالي، منصور شعيوكا، رحيم قودة، أولاد ياقو توماس، أونير ستيفانا، جمال يلدكو، سلام بابانا، حكمة حبنتا، منير توماس، عبد مرادو والآخرين. لقد ساند غبطة المطران هذا المشروع وأبدى حماسا له، وهو ما جعلني مطمئنا بأن المشروع سيأخذ طريقه إلى التنفيذ دون معوقات. ولا أنسى هنا دور حكومة وشعب أقليم كردستان العراق، لقد كان لهم موقف نبيل وإنساني تجاه معاناة النازحين العراقيين من العرب والأكراد وكافة الأقليات الأخرى بغض النظر عن ولاءاتهم الدينية أو العرقية، وقد شكل هذا نموذجا للحس الإنساني الذي علينا أن نقدره ونحترمه. ونحن نسعى لأن يكون هذا الميدان رمزا لذلك. يا أبناء القوش الكرام، حرصا مني وانطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية تجاه مصلحة البلدة، فإنني أدعو في هذا اليوم لإنشاء هيئة تنسيق مشتركة تضم ممثلين عن المؤسسة الدينية وأبناء المدينة من التكنوقراط والخبراء ومن العنصر النسائي، وأرجو أن تتاح الفرصة لهذه الهيئة لتكون جسرا بين المجتمع والسلطات الرسمية لخدمة مصالح المجتمع وتطوره، ولجعل هذه المدينة التي عانت الكثير في السنين الماضية نموذجا لاحترام الإنسان وحقوقه في كل المستويات، ولجعلها قلبا نابضا ومركزا حضاريا للتعايش والتطور والازدهار. كما ندعو الجميع عربا وأكرادا وأقليات قومية لاحترام خصوصية هذه البلدة واحترام إرادة مواطنيها. إنني أناشد المهاجرين العراقيين في الخارج، بخاصة في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، من كل المكونات الاجتماعية
أن يمدوا يد العون بكل الطرق المتاحة لهم ليساهم الجميع في البناء والتطوير. كم هو جميل لنا أن نتجاوز خلافاتنا، سواء ما كان منها بين الأفراد أو الأقارب أو بين المجتمع أو بين بعض المسؤولين الإداريين فيما بينهم، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لدفع عجلة التطور والتنمية وتحقيق المصلحة المجتمعية. إنني أدعو لكي نتخلى عن الخلافات التي تعيق التطور والازدهار. أدعو كذلك لاستثمار كل الطاقات في مجتمعنا، لأن هذا هو الطريق لمواكبة المجتمعات الأخرى في تطورها. أيها الأخوة، لقد كشفت الأزمة في السنوات الأخيرة عن نبل قيم مجتمعنا الذي وقف متضامناً مع الأخوة من أبناء الطائفة اليزيدية وغيرها من الأقليات في محنتهم في سنجار. لا أريد هنا نبش الماضي، ولكني أدعو لاستمرار هذا التضامن، ولعل بناء هذا الميدان يكون نقطة انطلاق في هذه المسيرة المتفائلة لبناء مجتمع متضامن بين جميع المكونات في سهل نينوى. إنني أدعو وبقوة كل مواطن شريف لعدم الهجرة من الوطن، وأدعو للتشبث بالأرض والعودة لها، وكل هذا لكي تتضافر الجهود لنعيد الأمن والاستقرار لمدينتنا ومجتمعنا، ونجعله قادراً على مواجهة كل التحديات. سيداتي سادتي، منذ بداية الأزمة كنت مقتنعاً بأن منظمة داعش والمنظمات الشبيهة بها من المنظمات الإرهابية هي حركات سياسية عابرة لن تدوم، وإن القوى السياسية العصرية وكل من يقف بجانبها قادرة على بناء وطن تتلاقى فيه الحضارات وتزدهر فيه الثقافات العصرية المتجددة. أحبتي نساء ورجالا، باسمكم جميعا وباسم مواطني بلدة القوش، اسمحوا لي أن أعرب عن خالص امتناني لجمهورية التشيك التي فتحت أبوابها للمهاجرين العراقيين خلال الأزمة، وقدمت لهم يد العون المادي والمعنوي. إن حضور الوفد التشيكي الرسمي لهذا الاحتفال هو تعبير عن القيم الإنسانية التي تستحق منا كل التقدير والشكر، مع تعبيرنا عن الأسف لما وقع من مشاكل من قبل بعض مهاجرين خلال الأزمة، راجيا من الوفد التشيكي الرسمي أن ينقل مشاعر الود والتقدير للحكومة التشيكية والشعب التشيكي الصديق لموقفهم النبيل. الحضور الكرام، إن حق تقرير المصير الذي نصت عليه كل العهود والمواثيق الدولية يقتضي احترام إرادة الشعوب وخصوصيتها الثقافية. في زمن الاضطرابات السياسية يصبح التفكير العقلاني هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم، وحيث أن مجتمعنا العراقي يعيش محنة سياسية تمتد جذورها في التاريخ القديم، تصبح مسؤولية المثقفين هي في تحليل الموقف وتقديره بعقلانية ورشد. وأرى أن المخرج لعراقنا الحبيب من مشكلته المعاصرة هي في الوحدة بين كل مكونات المجتمع السياسية والعرقية والدينية، وهو ما يستدعي من الطائفة المسيحية أن تلعب دورها كلبنة من لبنات المجتمع العراقي الجديد. نعم،
لعل من الخطأ أن ننكأ الجراح ونسعى لتحديد من المسؤول عن الأزمة في هذه اللحظة، بل الأجدر أن تتكاثف الجهود لرأب الصدع، وعلى الطائفة المسيحية أن تؤدي دورها في هذا المجال لتكون أحد المحركات العملية السياسية في العراق الجديد. إن الانكفاء على الذات والبحث في المصالح الذاتية ستؤدي لخسارة الجميع. إن النظر إلى في الخريطة الدولية المعاصرة تشير إلى أن جميع الأطراف الداخلية تخرج خاسرة في الحروب الأهلية وتفتح الباب للتدخل الأجنبي. إنني أدعو للوحدة وبناء عراق جديد تزهر فيه كل الثقافات ويزدهر الحوار الحضاري، ليبقى العراق حاضرا في تفاعلات النظام الدولي الجديد. السيدات والسادة من أبناء القوش الكرام، أدعوكم جميعا لتتكاثف جهودنا لتحويل ميدان السلام في القوش الحبيبة إلى رمز للمحبة والسلام بين كل المكونات الاجتماعية، وأدعوكم جميعا لتحويل هذا الميدان لنقطة إشعاع حضاري يساهم فيها كل فرد بكل طاقته ليعم السلام وتنتشر المحبة بين الناس. أخيرا، من الضروري أن أكرر شكري وشكر العائلة لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع، بدءا من الإدارات المحلية في بلدة القوش، ونشكر الفنانين الكرديين دلشات وحميد من كلية الفنون الجميلة في محافظة دهوك اللذين صمما حمامة السلام، كما نشكر الخطاط الأستاذ بطرس قاشا والمهندسة المعمارية أشواق حيدو والمقاول جون نيسان لمصداقيتهما ونزاهتهما في التعامل، وبقية أعضاء فريق العمل. وأشكر عائلتي التي ساندتني بقوة، وأشكر جمهورية التشيب التي وفرت لي بيئة جعلتني قادرا على مد يد العون والمساعدة لوطني وأهلي. أتمنى لنا جميعا مستقبلا زاهرا لأبنائنا ولوطننا العزيز وللبشرية كلها. أشكر حضوركم معنا وأشكر دعمكم لنا في هذه البداية، وفي النهاية أعاهدكم جميعا على أن أبقى الابن البار لهذه البلدة وهذا المجتمع، وأن أقدم كل ما في وسعي لرفع شأن مجتمعنا. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم. Vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi prosím začít svůj projev přivítáním vás všech u této jedinečné příležitosti. Je mou příjemnou povinností začít uvítáním jeho excelence zástupce prezidenta Kurdistánu pana Masouda Barzányho, ministra kultury Iráku, místopředsedu poslanecké sněmovny České republiky a parlamentní delegaci, která jej doprovází, stejně jako generální konzulku České republiky v provincii Erbil. Vítáme zde také jeho blaženost biskupa Michaela Magdásího, který pro tento projekt vyjádřil obrovské nadšení a ujistil mě, že jeho realizace bude probíhat bez jakýchkoliv překážek. V neposlední řadě zde vítám také tajemníka ministerstva zahraničních věcí, policejního prezidenta města Dohuk, zástupce primátora města Mosul a ředitele bezpečnostní služby. Dále vítám také starostu, ředitele a prezidenta městské rady Alkoš, ostatní členy správního aparátu města Alkoš, ředitele okresu Tilkajv a představitele politických stran a organizací občanské společnosti. Milí lidé města Alkoš, pevně věřím, že se toto místo stane výchozím bodem v budování společnosti míru a lásky. V
Vystavili jsme tento park jako vzpomínku na mučedníky, kteří obětovali své životy, aby nám umožnili zde dnes být, u této slavnostní chvíle. Tito mučedníci prolili vlastní krev, aby ochránili lidské životy ostatních a půdu své vlasti, aby ze jejich obětí by zde dnes tento památník ani nemohl stát. Město Alkoš vychovalo velký počet bojovníků, kteří se účastnili nespočetného množství bojů a konfrontací po celém území Iráku. Stavbou této památky bychom rádi alespoň částečně vrátili městu Alkoš něco z jeho obětí. Osobně si vzpomínám na mnoho svých přátel, kteří obětovali vlastní život pro naši vlast, mají můj veškerý respekt a uznání. Nesmím však zapomenout na vládu a obyvatele regionu iráckého Kurdistánu. Oni všichni vyjádřili svou lidskost a podporu vůči utrpení vysídlených Iráčanů, Arabů a Kurdů. I všech ostatních menšin, bez ohledu na jejich náboženské vyznání či jejich etnickou příslušnost. I proto usilujeme o to, aby se tento park stal stělesněním takového humanitárního postoje, kterého si velice vážíme a respektujeme jej. Dámy a pánové, při této příležitosti a s velkým smyslem pro odpovědnost vůči zájmům naší obce, žádám město Alkoš o zřízení společného koordinačního orgánu, složeného ze zástupců náboženských institucí, občanů města, technokratů a nejrůznějších odborníků, nevyjímaje žen. Pevně věřím, že takový orgán může vytvořit pevný most mezi občanskou komunitou a oficiálními autoritami a bude sloužit zájmům společnosti a jejímu rozvoji. Naše město se v uplynulých letech potýkalo s mnoha problémy. Proto doufám, že tento společný koordinační orgán přispěje k proměně města Alkoš v respektovaný model lidských práv na všech úrovních a že se stane bijícím srdcem civilizovaného soužití, rozvoje a prosperity. Žádám všechny Araby, Kurdy a ostatní menšiny o respektování soukromých záležitostí a vůle obyvatel města Alkoš. Zároveň apeluji na všechny naše imigranty v zahraničí, kteří jsou součástí nejrůznějších sociálních složek společnosti, zejména v Evropě, Americe, Kanadě či Austrálii. Podejte prosím svou pomocnou ruku a všemi dostupnými prostředky podpořte více projektů, které mohou přispět našemu rozvoji. Dámy a pánové, jak je krásné spolupracovat a překonat rozdíly a spory. Ať už mezi jednotlivci či příbuznými, mezi komunitou a úředníky veřejné správy navzájem. Je to ten jediný způsob, který nám umožní posunout se k dalšímu vývoji, směrem vpřed. Modlím se za překonání lidských sporů, které brání dalšímu rozvoji a prosperitě. A vyzývám všechny, aby investovali veškerou svou energii do naší společnosti. Jedině tak budeme schopni udržet krok s ostatními komunitami v jejich neustálém rozvoji. Dámy a pánové, krize posledních let odkryla také ušlechtilé chování naší společnosti, které spočívalo v solidaritě s našimi bratry z komunity jezídů i jiných menšin při jejich kritické situaci v Sinjaru. Nerad se zabývám minulostí, ale vyzývám k pokračování této solidarity. Možná, že stavba tohoto památníku se stane bodem zlomu v procesu vytvoření solidární společnosti mezi všemi složkami v oblasti Nineve. Vážně vyzývám každého z občanů, aby neemigroval pryč ze země a doporučuji, aby se každý pevně držel svého území a vracel se zpět s cílem spojit úsilí o obnovení bezpečnosti a stability v našem rodném městě, v naší společnosti, tak, abychom byli schopni společně čelit jakýmkoliv výzvám. Dámy a pánové, od počátku krize jsem byl přesvědčen, že Islámský stát, podobně smýšlející jako teroristické organizace, nevydrží. Moderní politické síly, irácké ozbrojené síly a všichni, kteří tuto ideu podpoří, jsou schopni vybudovat jeden národ, ve kterém se nejrůznější civilizace zbíhají a ve kterém jsou otevřeny dveře modernímu kulturnímu rozvoji. Dámy a pánové, jménem vás všech a jménem lidu města Alkoš vyjadřuji naše velké poděkování České republice, která otevřela dveře iráckým imigrantům a poskytla jim materiální a morální pomoc vyrovnat se s důsledky krize. Přítomnost české oficiální delegace při tomto slavnostním okamžiku vyjadřuje plnění humanitárních pravidel, která si zaslouží veškeré díky a uznání. A musíme současně vyjádřit naše politování nad některými problémy, které migrační vlny do jejich země provázely. Doufám, že česká delegace zprostředkuje naše poděkování a uznání za jejich srdeční postoj k irácké krizi. Dámy a pánové, právo na sebeurčení, které je zakotveno ve většině mezinárodních smluv a konvencí,
vyžaduje respektování vůle lidu a určitých kulturních specifik. V souladu s tím racionální myšlení v turbulentních obdobích představuje jediné světlo na cestě z temného tunelu. Naše irácká společnost prožívá období těžkého utrpení. Jehož kořeny sahají až do dávné minulosti. Vzhledem k tomu, že toto utrpení se odehrává přímo před našima očima, vyzývám všechny intelektuály, aby analyzovali situaci a zabývali se závažností současné krize. Po zvážení složitosti současného problému v naší milované zemi si myslím, že naším záchranným lanem je jednota. Jednota iráckých politických, etnických a náboženských složek. A myslím si také, že křesťanská komunita by měla k dosažení této jednoty výrazným způsobem přispět. Není správné nyní hledat toho, kdo je odpovědný za vzniklou krizi. Bylo by mnohem lepší spojit naše síly a společným úsilím se pokusit zahojit jizvy mezi jednotlivými složkami irácké společnosti. A proto znovu vyzývám všechny křesťany, aby se zapojili do politického procesu a prosadili svou politickou a společenskou roli v budoucím Iráku. O mechanismech pro dosažení jednoty a vývoje v Iráku musí uvažovat všichni z nás. Nikdy k tomu však nedojde, pokud nebudeme schopni nejprve překonat svou vlastní sobeckost. Při pohledu na současnou mapu světa zjistíme, že většina občanských válek skončila bohužel porážkou všech zúčastněných vnitřních stran, především proto, že otevírají dveře zahraniční intervenci. Vyzývám proto k jednotě a soudržnosti, k racionálnímu myšlení o vybudování nového Iráku, v němž budou všechny kultury vzkvétat a bude zaveden civilizovaný dialog mezi jeho obyvateli, který pomůže Iráku udržet svou úlohu v interakcích současného mezinárodního systému. Dámy a pánové, zvu vás všechny, abyste spojili své úsilí a přeměnili tento park v náměstí míru, našeho milovaného města Alkoš, které se stane symbolem lásky a míru pro všechny složky společnosti a zároveň kulturním centrem, kde může každý přispět svou energií k míru a šíření lásky mezi našimi lidmi. Závěrem musím se svou rodinou ještě jednou vyjádřit poděkování všem, kteří přispěli k úspěchu tohoto projektu. V čele s místními orgány a kurdskými umělci panem Dilšadem a Hamidem z Fakulty výtvarných umění v provincii Dohu, kteří společně navrhli model Holubice míru. Mé poděkování patří také architektovi Aškavi Hedovi, dodavateli zakázky Johnu Nissanovi, za jejich důvěryhodnost a morální zásadovost. Děkuji své rodině, která mě silně podporuje, a děkuji České republice, která mi poskytla prostředí, které mi dalo příležitost podat pomocnou ruku svému rodnému městu a své vlasti. Přeji nám všem prosperující budoucnost pro naše děti, náš národ i celé lidstvo. Děkuji vám všem za to, že jste s námi a podporujete naše úsilí. Závěrem vám slibuji svou lojalitu k národu a společnosti. Budu dělat, co je v mých silách, pro rozvoj naší společnosti a dosažení lepšího stavu. Děkuji všem a mír s vámi. نشكر جميع الجهود المبذولة في إقامة ميدان السلام في مدينة السلام القوش. كما نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إقامة هذا الاحتفال. المجلس القومي الكلداني محلية القوش. هل يمكن نكران بلدة لطالما أتحفت العراق والعالم بشرقه وغربه بأسماء عملاقة وأعمال حفرت بعمق في الخاطر والوجدان وبقت متلألئة في سماء الأدب والفن والعلم والإيمان؟ نسمع شمامسة كنيسة مار غورغيز بترتيلة إشلامة. نشغل الطور شلام العمخ شلام وشينا نشغل عمخ شينا العلمة في حبيب الفرقان رأوا يوسف أولد عيسان والظهرين على عيريت وحلان حيب كان المركب والصرحة ومن صوت الضحى
هدية الجمهورية التشيكية للقوش يقدمها السيد نائب رئيس البرلمان التشيكي المهندس يان بارتوشك، ويتفضل سيادة المطران مار ميخائيل مقدسي لاستلام الهدية. Nyní bychom rádi pozvali pana místopředsedu parlamentu České republiky k předání daru městu Alkuš panu biskupovi Magdásimu. Biskup města Alkuš předal dar delegaci České republiky. كما يتفضل سيادة المطران مار ميخائيل مقدسي لتقديم هديته إلى الوفد التشيكي، وتتفضل السيدة يانا تشيرنوخوفا عضوة البرلمان التشيكي لاستلام الهدية. Nyní by rád pan biskup Magdásí předal dar delegaci České republice do rukou paní poslankyně magistry Černochové. يتفضل الوفد التشيكي بتقديم بعض الهدايا إلى الأستاذ فايز عبد الجهوري مدير ناحية القوش. تفضل. ويتفضل الأستاذ غانم مدير بلدية القوش لاستلام الهدية. تفضل.
كما يتفضل الأستاذ سليمان حسن رئيس المجلس البلدي لاستلام الهدية. كما يتفضل الدكتور بدر عمانوئيل مدير المركز الصحي النموذجي في القوش لاستلام الهدية. ويتفضل ممثل عن مدارس القوش لاستلام الهدية. ست تغريد تفضلي. ويتفضل الأستاذ فائز عبد الجهوري مدير ناحية القوش لتسليم هدية إلى الفنان دلشاد الذي صمم حمامة السلام. الفنان دلشاد شكرا استاذ فايز. كما يتفضل السيد احمد زمار لتسليم هديه الى الفنان حميد الذي شارك زميله دلشاد في تصميم حمامه السلام. شكرا جزيلا استاذ احمد. ويتفضل السيد سليمان حسن رئيس المجلس البلدي لتسليم الهديه الى المهندسه المعماريه السيده اشواق هادي حيدو.
ويتفضل السيد دريد حكمة الطوبية مستشار محافظة نينوى لشؤون الأقليات لتسليم الهدية إلى السيد المقاول جون نيسان. تفضل أخ جون. ويتفضل الأستاذ لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية العراقية لتسليم هدية إلى الأستاذ بطرس قاشا. تفضل أستاذ بطرس. تفضل أستاذ لبيد. أستاذ بطرس قاشا. شكرا جزيلا أستاذ لبيد. كما يتفضل الأستاذ سعيد الشماية لتسليم الهدية إلى السيد هاني تومي. فليتفضل هاني تومي. الأخ هاني. الأخ هاني تومي أو من يعوض عنه إذا شكرا أستاذ سعيد. ويتفضل الأستاذ جميل حيدو لتسليم هدية للسيد عادل شميكة. أستاذ جميل حيدو. زلنا. يتفضل السيد يوسف زرة الشاعر يوسف زرة. يتفضل الدكتور بدر عمانوئيل لتسليم الهدية إلى السيد سمير قلة. شكرا جزيلا. حضورنا الأفاضل، قبل أن تختم الأخ التغريد الاحتفالية أحب أن أقول وداعا أيها الشهيد، وداعا أيها الإنسان الذي جسدت البطولة بأروع صورها وأسمى معانيها، يا من وهبتم أرواحكم من كردستان وحتى البصرة الفيحاء متحدين الصعاب والمحن على الصمود بوجه الإرهاب حتى انقشاع الغيوم السوداء وانبثاق فجر جديد زاخر بالأمل والغد السعيد. وشكرا.
نشكر جميع الجهود المبذولة في إقامة ميدان السلام، كما نقدم جزيل الشكر لكل من ساهم في إقامة هذا الاحتفال ابتدائية القوش الثانية للبنين. عتيد الله أن يرسل لكم أيها القوشيين نسراً عظيماً لكي يصعد بمقامه فوق الملائكة ويعشعش في هذا الجبل بجانبكم ويولد فراخ روحية، وكل من يدعو باسمه يخلص فاخرجوا للقائه. السيدات والسادة الحضور، نشكر حضوركم ودمتم تحت حماية الرب. خمدي تراثي لخادين جماعة، أنا مقدمنا طالب كلمة لو اللي بيتقارننا. طبعاً كثير وحين بسورة جيكا اختل مي دارك رجوزة تويا غلقاب شايتوس تويا مجالت وفردائسكي نزوة مجالت قارن والا وأي ديوالي تنياتة بعربي تابخ قارنتا. أوكي شكرا مكبيرا. أي حتى يمكن أن بعد نشر نشرته له. أوكي شكرا مكبيرا. ومن دخلنا أستاذي الكريم نعم ودلن مسرحية عن البطاقة الوطنية دي خيمة باشا مش المني ذا قوة خمندي رائع إلى نعم. وبعدين براتة باشا مش المني ذا الطفلة ذي فآي وذالي مسرحية لين بلحتها تشونا عشان أول نسخة طالق بيا شكرا كبيرا آي من اللي دبات النهرو أجيكات البطاقة الوطنية برواز دارك يكون شكرا 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 مستعد Pojďte si sednout tady, pojďte. Ano, všechno mě tady. Poskytnu tu výchovu, rád bych, aby se tam taky pokračovali. Aby jsme něco zachovali, že? Thank you.
Thank you.
Už 4. století, protože jsem vlastně namigrovala tehdy židovská komunita z jižního Iráku, kde mimo jiné v Basře je taky nádherný židovský město. A vlastně v Alpuši směli žít pouze křesťané. Takže 3. a 4. století. Židé a křesťané. Předpokládají všetci, ano, židové. Ano, židové potom jim vystěhovali z Iráku, že jo, to byly problémy za bývalého režimu. Ale to bylo, to už je rok 1957. 59, jako různý období. No a tady by měla být židé, to byla židovská škola. Tady všechny byly obětali. Jsou všichni, no. No a potom tady vlastně zatím a kolem bylo židovské město. A jinak tady tu střechu, co je nad tímto vystavil, snad se vystavilo z peněz Knesetu, židovského, protože oni nedostali povolení na to opravovat tu památku v Izraelci, tak aspoň postavili prý tady tu střechu. Aby to zapálili, je to. Aby se to úplně dostali. Ještě neříkali pátý. To byla hrubka. To byla hrubka. Tady nejde. Amerikáč. Pro na to dává zrle. Ah, na to dí. A když budete chtít vědět, co vás stroje, tak Jimmy se již taky připravil pár slov. Je pojmenovaný po rabínovi, a právě v tom této oblasti až do roku 1500 našeho letopočtu se dařilo té církvi. Byl to jakoby nejvýznamnější kostel nebo jakoby kláště pro křesťanství. Vatikán to viděl, Vatikán to hodně podporoval, ale potom třeba od toho 15. století tady docházelo k častým nájezdům Kurdů a různých jednotek těch kurdů, kteří jinak plenili vůbec alkohol, že ti křesťany dělali výpalný, prostě kradli a takhle. A postupně ta církev tady zanikala, až teda v 18. století se opět podařilo to nějakým způsobem obnovit. Potom Vatikán to nějakým způsobem sponzoroval, takže tam dole kolem toho nejspíš pojedeme a jim dal velkou velký obnos peněz a to je tam nový. A není ani vidět dálky. Je vlastně dneska už v noci, protože tady udělali novou elektriku, tak je vlastně vidět noci té hlavní cesty, ale jinak přes den, jak je takhle i z toho pískovce dělaný, jenom z toho kamene, který je tady místní. Jo. A to bylo na té bráně? Co, když jsme vstupovali? Hormizodo. Hormizodo. To je vlastně, že v jednoduchých podmínkách jste dělali jistě nějaké. A může byste podívat i dovnitř? Tak. Je to zajímavé, možná tady ten Facebook.
jsem předával lidi do okolí, protože jakoby řekl, že jsou nemocné, nemusí jít. Tady na pár, ale ještě jenom, že byli nemocní, ale mě jsem dal jen a přes noc jakoby jsem normální. Opravdu, nemohli bychom si to půjčit do poslanecký sněmovny. That was praying all the time. Uh-huh. It was chained his hands to here, and he was praying all the time. I see. As I hear, the guy told us about it. It was the place that he was praying for God. Ale tady je taková pověra, vidíjo. Ano. Tady je pověra, že když zavřete oči a budete poslepu a dotknete se tady toho za kříže, za váma, tak čím líp vlastně se dotknete toho kříže, tak tím spíš se vám vyplní to přání, který si přejete. Můžete? Určitě. My jsme to zkoušeli všichni. Už několikrát, jasně. A povedlo se to, jo? Za mnohou. Jo? Já budu koukat, jestli se vám to povede. Můžete odsud od téhle zdi zavřít oči a... Musím si ještě už můžu, jo? No, paní. To se skvěl splní. Jo. To vidíme. Mám posahovou rozkvětací. Já jsem se nepřel s květající ambasády. Hier jetzt gerade in der Kosch, ja. Und normalerweise? Wir arbeiten in Dohuk. In Dohuk? Welthungerhilfe.